مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نناقش فيها الوضع الإنساني في اليمن على ضوء التقارير الدولية والدعوات لمساعدة اليمنيين. يوما بعد آخر تتصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن إلى الحد الذي يجعلها تخرج عن دائرة المعالجة كما تحذر تصريحات المسؤولين الدوليين. أكثر من 3 ملايين نازح وأكثر من 14 مليون يمني بحاجة ماسة للغذاء. هذه آخر الإحصائيات عن الوضع الإنساني في اليمن، أرقام مفزعة، إلا أنها بالتأكيد لا تقول كل شيء عن الأزمة اليمنية التي تعصف باليمنيين منذ قرابة 2 عامين. أكثر من 80% من اليمنيين تأثروا بشكل أو بآخر بهذه الحرب، وما من منطقة بقيت خارج تأثيرها. وهذا ما يجعل الوضع في اليمن مؤهلا لأن ينحدر باتجاه الأسوأ إن لم يكن هناك تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي، الذي تأخر كثيرا حتى أوشكت الأزمة الإنسانية في اليمن على الاختفاء من قائمة الاهتمام العالمي، كما قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن. الوضع الإنساني في اليمن وجهود المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلد سيكون محور حديثنا هذا المساء في زوايا الحدث. بداية نتابع هذا التقرير. كل الأرقام التي تحصي مأساة اليمنيين تشير إلى ناحية واحدة: اليمن بعد 2 عامين من الحرب تعيش واحدة من أسوأ كوارثها على الإطلاق. 3 ملايين نازح داخليا و14 مليون شخص بحاجة ماسة للغذاء. هذه أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية التي تعمل في اليمن. وفي الإحصائية التي شاركت في إعدادها كل من المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أكدت الأرقام أن النزوح الداخلي في جميع أنحاء البلد ارتفع بنسبة 7% منذ إبريل الماضي، وسط تصاعد الصراع وتفاقم الأوضاع الإنسانية وانعدام الأفق بالنسبة للحل السياسي. الأرقام المفزعة التي تتصاعد كل يوم في تقارير المنظمات الدولية دفعت أكثر من مسؤول أممي إلى التحذير من الاستمرار في تجاهل الوضع الإنساني في اليمن والاكتفاء بإصدار البيانات، وهو ما يحدث منذ 2 عامين. وعلى الهامش تقول التقارير إن 80% من السكان قد تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الحرب، مع تأكيد أنه ما من منطقة في اليمن لم تتأثر بالحرب حسب قول المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن جيمي ليدريك، الذي كان يحذر قبل أيام من اختفاء اليمن من رادارات العالم، وهو ما دفع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إلى القول في افتتاح الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان إن على المجتمع الدولي واجبا قانونيا وأخلاقيا باتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المستويات المروعة ليأس المواطنين في اليمن. ومع كل هذه الأرقام المروعة والدعوات لإنقاذ اليمنيين من مأساتهم التي ساقتهم إليها حرب الميليشيا، لا يبدو أن التحرك الدولي يتناسب مع الأزمة القائمة، ولا تزال الاستجابة الدولية دون المستوى كما يؤكد القائمون على تلك الجهات أنفسهم. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، وينضم إلينا من الرياض وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتحة. مرحبا بك سيادة معالي الوزير. أهلا وسهلا. معالي الوزير، يمضي الوضع الإنساني في البلد من سيء إلى أسوأ، فيما الدعوات من المجتمع الدولي تتوالى لإنقاذ اليمن، هل تلقيتم دعم كافي من المجتمع الدولي؟ للأسف الشديد نحن مبكرا في اللجنة العليا للإغاثة الممثلة للحكومة اليمنية أطلقنا برنامج إغاثي متكامل قبل ما تطلق منظمة الأمم المتحدة. للأسف الشديد منظمات الأمم المتحدة من استقيات الشؤون الإنسانية تطلق بيانات، لكن لا نرى أعمالا في الميدان تتسق مع حجم المأساة. نعم. حجم البيانات التي تطلقها الأمم المتحدة. السؤال الكبير اليوم، محافظة سعد محاصرة منذ سنة وأربعة أشهر، يقطنها 4,200,000 مواطن. أين الجهود الأممية لفك الحصار أو الجهود الأممية التي تتسق مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم منظمات الأمم المتحدة للعمل أثناء الحرب أو أثناء الحصار لإنقاذ المدنيين؟ أين جهود الأمم المتحدة اليوم
ما يحدث سواء في الصل أو يحدث في حيثان أو يحدث في كل محافظة سعد أو يحدث في الفيضاء أو ما حدث سابقا في عدن والضالع ولحو أبيان. أنا أقول هناك استغاثات وهناك نداءات تطلق من مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، لكن لا نجد أي أفعال. نادينا وأطلقنا مبكرا في شهر مارس أن محافظة عدن محافظة منكوبة، ثم أطلقنا بأن لاحق وأبين والضالع محافظات منكوبة، ثم أطلقنا بأن محافظة سعد محافظات منكوبة، وقلنا بأن البيضاء التي كانت الشلالة الأولى لمقاومة نعم. معالي الوزير، بعيدا عن جهود المجتمع الدولي، أنتم كحكومة شرعية ما هي الجهود التي بذلتموها وستبذلونها خلال هذه الفترة؟ نحن نبذل جهود. أنا أقول ردا على سؤالك حول موضوع النداءات الأممية، لكن ما يتعلق بنا وبشقائنا في دول الخليج، أعتقد لولا هذه الجهود لكانت اليوم هناك مجاعة في اليمن، وليس فقط كارثة إنسانية. الجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان ويبذلها الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر القطري وجمعيات قطر الخيرية واللجنة العليا للإغاثة المسائل الحكومية هي التي سدت اليوم العجز في الدواء في كثير من المحافظات، وهي التي فعلا أوصفت المواد الغذائية لكثير من المحافظات. نحن لا ندعي الكمال، لكن نؤكد بأن 21 مليون بحاجة إلى إغاثة، فجهدنا يصبح مهما عملنا هو جهد المقل. أنا أنتقد دور العالم لأن يتعامل مع الكارثة الإنسانية في اليمن وفقا للمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي تلزم، وأقول من خلالكم يجب على مكاتب الأمم المتحدة الموجودة اليوم في صنعاء أن تنتقل إلى عدن، لأن صنعاء أصبحت بيئة غير عاملة والبيانات التي يطلقها. هل قدمتم لهم دعوة رسمية بذلك معالي الوزير؟ نحن أخبرناهم رسميا، التقينا مع منسق الشؤون الإنسانية في صنعاء، التقيت معه شخصيا والتقى معه دولة رئيس الوزراء وطالبناه بالانتقال الى نعم سيد معالي الوزير. هم دائما ما يعزو عدم ذهابهم الى عدن بعدم وجود امن في هذه المناطق. التزمنا بان نوفر كل وسائل الامن، والتزم التحالف بان يوفر كل ضوابط الامن في محافظه عدن، لكن للاسف الشديد لا توجد نيه للتواجد في المحافظات المحرره. نحن قلنا من ناحيه عمليه ممكن الوصول الى محافظه سعد، لأن المسافة بين عدن وسعد 125 كيلو، بين المسافة من سعد إلى صنعاء 265 كيلو. أعطيناهم أرقام جغرافية وأرقام سكانية، لكن للأسف الشديد تظل الأمم المتحدة تطلق نداءات دون فعل واقعي للعالم. استمرت سعد محاصرة سنة وأربعة أشهر لولا مركز الملك سلمان قام بإنزال في الجو، لكن الأمم المتحدة تطلق نداءات في الهواء دون إجراءات عملية على مستوى الواقع. نعم، بالنسبة للنازحين هل تقومون بتوفير معسكرات إيواء لهم أو ما هو وضعهم؟ مركز الملك سلمان أخي العزيز مول منظمة الهجرة الدولية ودفع لها 22 مليون دولار والتزمت بإقامة 51 مركز إيواء، لكن للأسف الشديد لم تقم الآن إلا بإنشاء 5 مراكز. نحن نسعى من خلال شقانا في دوار الخليج للقيام بكثير من المراكز الإيوائية، لكن تظل المأساة اليوم وفقاً لتقارير الأمم المتحدة هناك 3 مليون و200 ألف ناطق الجمهورية اليمنية كما تقولها منظمة الأمم المتحدة. نعم معالي الوزير، تحدثت عن الوضع المأساوي والكارثي في تعز، هل هنالك أي إعداد أو جهود خلال هذه الفترة لهذه المدينة؟ بعد رفع الحصار تحركنا قوافل إغاثة إلى كل من محافظة أبين التي تحررت مؤخرا، ولا زالت ايضا هناك قوافل كثير في محافظه سعد. انا اوجه من خلالكم كل الشكر والتقدير لاشقائنا في دول الخليج لان منظمات المجتمع المدني تلعب اليوم دورا انسانيا حقيقيا في اغاثه اشقائنا وابناء اخوتنا في محافظه سعد وابنائنا ونسائنا وعوائلنا في محافظه سعد، التي فعلا مأساة إنسانية لم نجد إلا استجابة أشقائنا في دول الخليج فقط من هذا. نعم، أنت تتحدث عن أن الاستجابة ليست بالمستوى المطلوب، ما هي الأسباب وكيف ستعالجون ذلك؟ للأسف الشديد تقام مكاتب منظمة الأمم المتحدة في أمانة العاقلة
والذي لا يتيح لهم فرصة التحرك وإصدار تقارير ميدانية. معظم تقاريرهم تقارير إدارية لا تفضح المعايير الدولية. أنا أقول سنظل نعول على منظمات الأمم المتحدة بإقامة واجبها، لكن ما يحدث اليوم أنهم يتحركون وفق شروط الميليشيا وليس وفقا للمعايير الدولية. نعم، المفوض السامي للأمم المتحدة حذر من غياب الأزمة اليمنية عن رادارات العالم، كيف تنظرون إلى هذه المخاوف؟ ما تأثيرتها على الأزمة اليمنية؟ يفترض أنه يلحق هذا النداء وهذا التحذير إجراءات عملية. لاحظ آخر تقرير لم يشر حتى إلى محافظة سعد، مستقى الأمم المتحدة أو مثلا الأمم المتحدة في صنعاء لم يشر حتى إلى محافظة سعد لأنها محافظة خاصة ولديها أيضا كارثة إنسانية. نحن نقول إذا لم يتم العمل من خلال المحافظات المحررة والقادرة على إدارة عمل إنساني مستقل سيظل هناك عدد. نحن لا ندعو إلى تخلي عن صنعاء، صنعاء تهبل عاصمة الجمهورية اليمنية، لكن وسنعود إليها إن شاء الله كعاصمة للدولة الاتحادية. لكننا نقول أصبحت اليوم بيئة غير آمنة لعمل إنساني وفقا للمعايير الدولية. نعم، إذن معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا لأخذها عبد الرقيب فتح، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا من صنعاء المتحدث باسم منظمة اليونيسف سيد محمد الأسعدي. مساء الخير سيد محمد. مساء الخيرات، تحياتي لك وعيد مبارك لك وللجمهور الكريم. أهلا بك سيد محمد. في البداية لو تعطينا لمحة عامة عن الوضع الإنساني بشكل عام في اليمن في من واقع التقارير الأخيرة التي تشاركونها مع المنظمات المهتمة. حقيقة الوضع الإنساني يزداد سوءا يوما بعد آخر مع استمرار الصراع واستمرار المواجهات المسلحة. هناك ما يزيد عن 80% من سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية. قد تكون هذه المساعدات متمثلة بالمياه، متمثلة بالدواء، متمثلة بالغذاء، متمثلة بالإيواء للنازحين، متمثلة بخدمات الصحة والتعليم وإلى آخره. نحن نتحدث عن 4/5 سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية من نوع أو آخر. قبل هذه الحرب وقبل هذه المواجهات المسلحة كانت اليمن بوضع صعب ووضع مأساوي. أيضا بالأرقام، بلغة الأرقام، هناك ما يقرب من 5 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، بمعنى أنهم ينعدم إليهم الأمن الغذائي. وإنعدام الأمن الغذائي يعني هنا أنه إذا توفرت وجبة غذائية للأسرة الواحدة لا يستطيعون أو لا يضمنون توفر الوجبة التالية، بمعنى أنهم ليس لديهم مصادر دخل، ليس لديهم استقرار معيشي، لا توجد لديهم وظائف، لا توجد لديهم بدائل لتوفير الغذاء لأفراد الأسرة. المياه، في قطاع المياه على سبيل المثال، هناك 19 مليون أو أكثر من السكان بحاجة إلى مصادر مياه محسنة بشكل مستمر ومنتظم، بحاجة إلى خدمات صحية وصرف صحي ملائم بحيث تتجنب الأمراض والآثار البيئية بما فيها النظافة العامة والبلدية. هناك تتكدس الأكوام القمامة بالأطنان في شوارع العاصمة وشوارع المدن المختلفة. نتحدث عن الجانب الصحي، تقريبا 14 مليون مواطن إلى 15 مليون مواطن بحاجة إلى خدمات رعاية صحية أولية بشكل منضبط والحصول عليها بيسر وسهولة. وضع قاتم، صورة معقدة، صورة مؤلمة للغاية. ينبغي على أطراف الصراع الداخلية والخارجية وكل من له صلة بالوضع في اليمن أن ينظر إلى الإنسان اليمني الذي يعاني يوما بعد آخر بسبب غياب الحل السياسي لهذه الأزمة القائمة، بسبب إيجاد نهاية لهذا الصراع الدامي. نعم سيد محمد، عفوا على المقاطعة، كان معي معالي الوزير عبد الرقيب، لعلك استمعت لحديثه، تحدث عن أن الاستجابة ليست بالحد المطلوب وليست بمستوى الوضع الحالي، وفي مقابلة له سابقة وصف أن المنظمات الدولية محاصرة في صنعاء وأن إعزاء هذه المنظمات لتقصيرها في المناطق المحررة لعدم وجود الأمن غير مبرر وغير كافي. ما هو تعليقك؟ احترم الدكتور والتقيت فيه من قبل بالرياض وتناقشنا عن الوضع الامني في تعز وفي الوضع الانساني في تعز وفي مختلف المحافظات. نحن نتكلم عن اليمن ولا نتكلم عن المحافظه بعينها. لدينا اعمال ولدينا انشطه في تعز وفي عدن وفي صنعاء وفي الحديده وفي صعده وفي مأرب.
ونقدم المساعدات في كل مكان، ما كان ذلك ممكنا. هذا أولا. ثانيا، الأمم المتحدة بمنظومتها المختلفة مع منظمة المجموعات العاملة في المجال الإنساني تستهدف هذا العام 10 مليون مواطن يمني. إذا كنا نتكلم عن 80% من السكان، بمعنى أن 10 مليون مواطن آخرين بحاجة إلى مساعدات. نعم. بمعنى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المنظمات، القدرة الإنجاز، القدرة على إيصال المساعدات، إذا ما توفر الدعم، لنقول توفر الدعم 100% من المانحين، لن يستطيع أن يغطي إلا 10 مليون من السكان إلى 13 مليون، وبقية الناس بحاجة إلى مساعدات. هذا باختصار لا يمكن للمنظمات الدولية ولا منظمات الإغاثة المحلية ولا المانحين أن يكونوا بديلا للدولة. الشعب بحاجة إلى دولة توفر له الحماية، توفر له الأمان، توفر له بدائل الغذاء، توفر له الدواء، توفر له كل مقومات الحياة. نعم، إذن أنت هنا تضع لائمة على الدولة أنها لم تقم بواجبها على أكمل وجه؟ أنا لا أقول، أنا لا أضع اللائمة، أضع اللائمة على كل شيء، على كل مسببات ومدخلات الأزمة وأطرافها المتعددة. ينظرون إلى الوضع الإنساني يتدهور يوما بعد آخر، وتستمر المحادثات والمباحثات يوما بعد آخر، ولا ينجز جديد. نحن نحتاج إلى وقفة مسؤولة من كل الأطراف بحيث يتم إيقاف هذه الحرب، إيقاف نزيف الدم، توفير المناخ الملائم للمنظمات العاملة للوصول للناس المحتاجين والمضطرين، وعلى المانحين أيضا توفير الدعم اللازم، سواء عبر المنظمات الموجودة على اليمن أو عبر أجهزة الدولة القائمة، بحيث يتم الوصول للناس ومساعدة الناس. نعم. هناك أزمة مالية خانقة تكاد تعصف بكل شيء، هناك أزمة اقتصادية أيضا مزعجة للغاية، ممكن أن تأتي على ما تبقى من كيان الدولة القائم. نعم سيد محمد، قبل أيام كان هناك تحذير من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان من مخاطر اختفاء اليمن مما أسماه رادارات المجتمع الدولي، ما الذي كان يعنيه برأيك؟ بالتأكيد عزيزتي أن الأزمة اليمنية تعتبر أزمة منسية. الإعلام الغربي والإعلام الخارجي لا يركز كثيرا على الوضع في اليمن إلا في محطات مختلفة، ربما هناك بعض الدول وبعض الأزمات في المنطقة، إما لكثرتها وتعددها، وإما لعلاقتها بما يخص الغرب والشرق والدول الكبرى. اليمن بحاجة إلى رسالة إعلامية قوية، بحاجة إلى جهاز إعلامي يصل الرسالة عن اليمن، كل اليمن، لا يركز على منطقة ويترك بقية المناطق. كل مواطن على هذه الأرض مواطن يمني يستحق الدعم، ويقع تحت مسؤولية أجهزة الدولة بشكل عام. نحن نتحدث عن وضع إنساني صعب يخص كل اليمنيين، الأغنياء والفقراء، في صعدة وفي صنعاء وفي عدن وفي المهرة وفي سقطرة وفي كل محافظات البلاد. لا يمكننا أن نتحدث عن أزمة في منطقة بمعزل عن منطقة أخرى. صحيح هناك بعض المناطق أكثر تضررا، أكثر إيلاما، الوضع الإنساني صعب للغاية ومعقد، كتعز، كصعدة، كمأرب، بعض مناطق الجوف، في الضالع، في لحج، في أبين، في شبوة، ولكن اليمن كلها بحاجة إلى دعم مكثف من قبل المانحين، وأجهزة الدولة تقوم بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. نعم. وأيضا منظمات دولية مساندة لهذا الدور للدولة. نعم سيد محمد، هناك دائما شكوى من ضعف التنسيق أو ربما انعدامه بين المنظمات الدولية وبين الجهات المسؤولة، مما يصعب مهمة الإغاثة في أكثر من منطقة. إلى أي مدى يؤثر هذا الأمر فعلا على جهود الإغاثة إن كان فعلا موجود؟ دعيني أقول أن المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة تعمل بتنسيق ومن خلال مجموعات وقودية في كل القطاعات. فعلى سبيل المثال، إذا ما أخذنا قطاع المياه، هناك مجموعة وقودية تتمثل من كل العاملين في الإغاثة في هذا القطاع، ترأسهم منظمة اليونيسف، وقطاع الصحة ترأسه منظمة الصحة العالمية، وقطاع الأغذية يرأسه برنامج الغذاء العالمي، وقطاع المياه التعليم ترأسه منظمة اليونيسف، وقطاع الإيواء ترأسه المفوضية العليا للتشغيل. في تنسيق وهناك تركيب، ولكن التعقيدات الموجودة على الأرض، التعقيدات الجغرافية، التعقيدات الأمنية، استمرار المواجهات المسلحة، التداخلات في المعارك، التضارب المصالح، أيضا الوعي المجتمعي، غياب الحاضنة المجتمعية لدور الميدانيين في هذه المساعدات، هل تصل للناس المستحقين؟ هل تصل بالوقت المناسب، المناسب للأشخاص المستحقين أم لا؟ هل وصلت بالكمية المناسبة؟ هل الانتظام مستمر؟ تحتاج مسؤولية مجتمعية
او مسؤوليات الدوله للمراقبه تقوم المنظمات الدوليه. لا يستطيع ان ينفذ المهام والمشاريع ويراقب نفسه. نحن سندعي اننا نبذل اقصى جهد ممكن ان تصل مساعداتنا للمستحقين في الوقت المناسب بقدر المستطاع وفي المكان المناسب. لكن هل لا ننفذ بايدينا، ننفذ من خلال الشركاء ومن خلال اجهزه الدوله القائمه. فاذا ما حدث تقصير ندرسه ونراجعه ونقومه ونحاول معالجته. نعم وصلت الفكره. نعم. اذا السيد محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمه اليونيسف كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. والمشاهدين الكرام ننتقل الى تعز ومع رئيس ائتلاف الاغاثه الدكتور عبد الكريم شمسان. مرحبا بك سيد عبد الكريم. اهلا وسهلا بك. دكتور عبد الكريم، في تعز والتي تعاني أزمة إنسانية خطيرة على جميع الأصعدة، ما هي آخر الإحصائيات لديكم بخصوص الوضع الإنساني في المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة بلقيس على الاستضافة والاهتمام بالقضية اليمنية بشكل عام وبتعز بشكل خاص، ونقول كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك. بالنسبة لمحافظة تعز يعلم بها القاصي قبل الثاني ما تعاني به محافظة تعز، حيث أن آخر تقرير للشهر الماضي المنظمات الدولية بما فيها لوتشا صنفت تعز بأنها الأولى من حيث تعداد تعداد القتلى والجرحى وكذلك النازحين، ولا سيما أنها المحافظة التي تستمر فيها الآن القتال إلى أكثر من سنة ونصف. هذا ولد امر مساوي في المحافظه بشكل عام، وخاصه ان المحافظه عانت بجانب الحرب ما يسمى بالحصار الذي له اكثر من سنه، ولهذا محافظه تعز بما تعاني في مجال المياه والغذاء والدواء وجميع الخدمات الانسانيه، مثلا الكهرباء والمياه والنظافه منقطعه في المحافظه من اكثر من سنه ونصف، وكذلك التعليم، جامعه تعز مغلقه، المعاهد المهنية إلى غير ذلك، كل هذا شد من حركة المواطنين، وكذلك الصناعات والورش والتي عمل بها عامة الناس والعيادات الطبية إلى غير ذلك. معنى ذلك أن محافظة تعز ما زالت ترزح تحت وطأة الحصار والحرب. بالأمس مثلا وهو ثاني أيام العيد حصل اشتباكات في المنطقة الغربية لشد المنفذ الوحيد الذي يعد بمثابة شريان حياة للمحافظة، ولكن الحمد لله لم يشد هذا المنفذ، وهو المنفذ الوحيد الذي يمد المحافظة بما تحتاج إليه من الماء والدواء والغذاء. نعم دكتور عبد الكريم، وكيف هو دور تقييمكم لدور المجتمع الدولي والجهات الحكومية بخصوص ملف الإغاثة؟ هل هنالك أي إغاثة تصل للمدينة؟ حقيقة لا نستطيع أن ننفي أن محافظة تعز لا تصل إليها إغاثة، حقيقة هي تصل إليها إغاثة ولكنها عبر التعريف، لم تصل من الطرق الرئيسية المؤدية مثلا من دمار إلى تعز، مثلا ما زالت محافظة تعز في الجهة الشرقية ما كان يقطعه المواطن في نصف ساعة يقطعه اليوم ربما من 10 إلى 12 ساعة بطريقة غير الطريقة المعهودة لدى المواطنين. وهذا يولد فعلا لدى المواطنين ان الاغاثه تصل بصعوبه وتصل قليله جدا لما تحتاجون المحافظه، لان المحافظه سكانها اكثر من 3 مليون نسمه، يصل لكنه بطريقه التهريب وبطريقه غير سليمه، ولهذا ما يصل ربما مما تستحقه محافظه تعز ربما يصل من 20 الى 25% مما ينبغي ان يصل اليها، لانها لها اكثر من منافذ، مثلا منفذ المخا الحديده، منفذ عدن، منفذ اب الى غير هذه المنافذ، لكن اغلبها فعلا محاصره ومقطوعه هذه الطرقات. نعم دكتور، هنالك تقارير تحدثت عن تهجير من بعض مناطق المحافظه، انتم كيف تتعاملون مع هذه الحاله؟ اين ذهب هؤلاء النازحون وما هي ظروفهم؟ محافظة تعز كما يصنفها الواقع ويصنفها حتى المنظمات الدولية كما أشرنا سابقا ومن روسيا بأنها المحافظة الأولى أيضا في عملية النازحين. هناك بعض المديريات التي
خارج منطقة الحصار ينزح إليها المواطنين، مثل مديرية مقتنة ومديرية موزة ومديرية شماتي وغيرها من المديريات تمتلئ بالسكان النازحين الذين نزحوا من مناطق الصراع. وهناك بعض يعني المدارس والمعاهد والمساجد يأوا إليها هؤلاء الناس، وبعضهم ينزلوا عند أهاليهم كمستضافين، ولهذا يعاني الكل من قلة المياه والدواء والغذاء سوى النازحين أو الناس المضيفين لهؤلاء. نعم. فعلا محافظة تعز أكثر محافظة فيها نازحين، لدرجة أنهم لم ينزحوا إلى محافظة تعز فحسب، بل نزحوا إلى محافظات أخرى ومنها نعم. محافظة ضحك وعدن وإب والحديدة. نعم. الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا نشكر ضيوفي، كان معي من صنعاء السيد محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة اليونسف، ومن الرياض وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة معالي الوزير عبد الرقيب فتحة، وكان معي من تعز الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة في تعز. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من الأعداد من زميلي كمال حيدرة. نلقاكم على خير.